السلام عليكم البنات والميمات ديالي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، ونلقاكم ان شاء الله الفيديو ديالي في احسن الاحوال مع فيديو جديد ونهار جديد. عرفتوا البنات اليوم الحد، صبحت ما جيتش بكري، صبحت عيانه شويه، بغيت نرتاح وحتى الصوت مشى ليا، ما عرفتش واش كانت سخونه لداخل وخرجت على برا، ما عرفتش شنو وقع. المهم البارح واليوم الصوت باحه، اليوم جيت مشيت جبتي حلوه، المهم كيف ما قلت لكم فاطمه الزهراء كتوجد لي الحلوه في دارها، وكنجيبها للمحل لان المحل عندي صغير ما عنداش فين نجي هنايا تصاوب الحلوه. المهم صوبت لي الصابلي حلوه اللوز، حتى انا هنا واحد الخضار غتسمعوا الدجاج. وجدت لي صابلي حلوه اللوز، شكيلات وغزالين غنشاركهم معكم. قلت لكم ديك المره البنات غدا ناخذ بواطات، فاش غندير بعدا واحد التغيير كبير درت غدا نوريكم، تغيرات الباتي السناء الخوخي تغير بالكامل، قلبت الفيترينه ما بقاتش هنايا، هنايا ما بقاتش الفيترينه البنات، لان خديت هاد البواطات هادو. دابا ندور لكم وغنوريهم لكم، هاد البواطات هما اللي ولاو دابا البنات بريستيج، كدار كيدار فيهم البلدي، كيدار فيهم صابلي واللوز، كيجيو واعرين. غندور نوريهم ليكم ونوريكم التغيير اللي درت هنايا، غنشارككم هاد النهار هذا البنات، ما فيه لا طياب لا والو، ما كاينه حتى شي كوموند غدا ان شاء الله. اللي عندنا كوموند في المملحات الصغارين وفي الخبز، اليوم خدموا غير البنات بوحديتهم، اسماء والسيده الاخرى، السيده اللي كدير المسمن والملوي حبسات، ودابا بدات معنا واحد السيده واحده اخرى. دابا نوريكم حتى هي تبارك الله عليها الملوي ديالها غزال، الخبز كلشي كاع اللي كيدي الخبز كيجي كيشكرو كيقول لنا خبز زوين، حتى هي ما شاء الله عليها عندها كلشي زوين. غنوريكم راهي كتقرص في المخمل. المهم الصباح كيكون عندنا الخبز هو الاول كيتعجن، خبز الحرشه الملوي الله طيباته والمخمل. المهم هانتوما معايا في هذا النهار نعمروا البواطات بالحلوه، هذه البلاصه هذه الفيترينه هذه غتعمر غير بالبلدي، اللوز وصابلي غريبه الفقاس كلشي. كل شيء غتسمعوا الدجاج. غير سمحوا لي على الصداع وصافي، غنستف في الفيترينه غنوريكم كيفاش غتجي، ونوريكم هكايا الفيترينه راه قلبناها درناها فهاد الجهه هذه. المهم غندور لكم الكاميرا باش نوريكم التغيير كامل اللي كاين هنا، المهم ما نطولش عليكم، ها نتوما معايا غنوريكم التغيير اللي درت وندخلكم معايا نستف الحلوه اللي درتها فهاد النهار هذا نشاركها معكم ان شاء الله. هاد المرايه هادي ديال الطاجيرات ديال الزاج كانت قدامهم فيترينا حيتها درتها في الجن باش تبان الحلوه، لان غنعمر البلدي باش تبان لي الحلوه. المهم هادي هي الدخله البنات ديال الباتيسري، هنايا كاينه هنايا السيده يلاه طيبات الملوي كتقرصو تما، راه هو الملوي ديالها. هاكا هي البنات الدخله، هنايا الثلاجه في الباب لان البريز ديالها كاين اللور، هي غادا تبقى هنايا. صافي الفيترينا هي هادي. اليوم الحد البنات صراحه ما درناش بزاف ديال الحاجات، مهم الملوي كيف ما قلت لكم طيبين وغير نص طيبه. درت الكراس هاد لاطارت هادي كنا درناها البارح في العشيه، بقاو منها ثلاثه ديال المورصويات. هادي البنات راه اللوز راه شاركتها معكم، كندير لها 8 درهم المورصو. هاد البريوش هادو درنا لهم درهم الوحده، بيتزا بالكفته حتى هي كيبغيوها الناس كندير لها 4 دراهم. هاد البلاطو البنات ديال اللوز غير حاطه هكا باش يشوفوا الناس الشكيلات، بالحق دابا غادي يوليو يشوفوهم نيشان هنايا، غيتحطوا هنايا داكشي باش خديت هاد البواطات. المهم هادو هما الشكيلات ديال اللوز البريوش، هادشي اللي كاين في الفيترينه. الفيترينه البنات ولات عاطيه وجهها لهاد الجهه باش عطاتنا هنا لي سباس فين يدخلوا الناس، بعدا ضروري الناس غتعطوني الراي ديالكم في هاد التغيير كي جاكم، واش زوين ولا الرده كيف ما كانت. غير هي بالحق الا رديتها كيف ما كانت غدا نغطي الحلوه، فهمتوا البنات دوك البواطات ما غاديش يبقاو يبانو الا رديت الفيترينه كيف ما كانت، حتى هكا زوينه واللي غيدخل غيشوف كلشي داكشي اللي فيها غيشوف. كيف ما قلت لكم غير اليوم الحد بزاف الحوايج ما درناهمش، الخبز راه ساله يلاه ساله الخبز، مازال غنديروا العشاء ديال العشيه وصافي. المهم هنايا البواطات البنات غتسولوني بشحال خديتهم، هاد البواطات كيتقاموا غاليين غاليين غاليين، كيتقاموا ب 530 درهم الوحده. بالنسبه هكا شي وحده البنات اللي عندها محل وغتبغي ديرهم تبغي تعرف المعلومات، انا غنقول لكم كاع المعلومات عليهم.
العبار ديال هادو البنات 40 على 35، دايرين 530 درهم الوحده، هما كيديروا 600 درهم الوحده. ما بواطات البنات راه كيتهزوا، هادي تقريبا تهزت 4 كيلو ديال الحلوى، كيبقاو محافظين على الحلوى هكا ما كيدخلش ليها البرد. المهم العبار ديالهم، انا درت العبار على قد الزاجات اللي عندي 40 على 35، هاد القياس هذا كيدير 600 درهم، وانا السيد تصاوب معايا خلى لي ب 530 اللي هو اخر ثمن 530، ما كينقصش عليه. والعبار الصغير، العبار الصغير كيدير 350 درهم، العبار الصغير يمكن 20 على 25، صغارين كيديروا 7000 ريال 350 درهم. انا خديت الكبار، خديتهم بحساب هاد الطاجيرات اللي عندي، واصلا ديما البلدي غادي يكون هنايا، ديما غنحط ان شاء الله هنا البلدي. خديت 12 وحده، ها هما هنايا مازال في لومبالاج، حليت غي 8 وخليت هنا مازال 4، حليت غي هنايا شحال، هنايا 4 و 4 8 ومازال غنزيد 4 هنايا، هي 12. هاد الفوقانيه ما درتش فيها، غنحط فيها هكا غير شي ديكورات ولا صواني ولا شي حاجه، لان بعيده ولا ندير فيها البلدي ما بعيده ما نقوش نوصلوه. المهم غادي تزادوا غير 4 هنايا في الطاجره الثالثه. المهم غنعمر بعدا هاد الربعه ونشوف الا مازال باقي لي الحلوه غنزيد، ما بقاتش الا كفوني غير هادو صافي غنخلي هادو مجموعين حتى نحتاجهم، حيت هو ما كي الا هاد العبار اللي عطيتو انا كيتصاوب سيغ كوموند، وباش يصاوب لك سيغ كوموند ما يمكنش يوجد 4 ولا 8 الحبات، لان هاد البلاستيك هذا اللي مخدومين بيك غالي غالي، وما يمكنش يقطع هاد العبار هذا، ضروري خص يكون 20، المهم فايت 10 الحبات، داكشي باش ضريت انني ندير 12. المهم علينا البنات، غندوز نعمر الحلوى، تتقولوا لي كي جاكم هاد التغيير اللي درت. المهم هنايا كما قلت لكم الثلاجه مازال ان شاء الله غادا تعمر بالطاخ، غندير الرايب، شحال من حاجه ان شاء الله. دابا ملي البنات غيتكلفوا بداكشي ديال الفيترينا انا شحال من حاجه غنزيدها ان شاء الله. المهم البنات انا دخلت دابا باش نستف الحلوى، بواطات بطبيعه الحال راني مسحتهم وعقمتهم عاده باش غندير فيهم الحلوى. هانتوما شوفوا الشكيلات ديال اللوز، اللوز يلاه جبته من عند لبنى، لبنى الحلاويه اللي كتصاوب لي الحلوى، راه شاركت معكم في الافتتاح الحليوات ديالها ديال اللوز كاملين، لا العجينه لا العقده لا كل شيء شاركته معكم. هانتوما صوبت انا هذا القياس، صوبت غير القياس اللي غيقد ان شاء الله، وهانتوما لان هي كان عليها واحد الضغط كبير ديال الحلوى، كتوجد الحلوى للناس ما قدرتش توجدها ليا قبل، دابا اليوم الحد باقي ان شاء الله غدا الاثنين والثلاث، ما قدرتش توجد ليا الحلوى بكري، كان عليها واحد الضغط كبير كبير البنات، والله كان عندها وجدت شي 200 كيلو ديال الحلوى تبارك الله ما شاء الله، معها الناس اللي كيعاونوها معها كل شيء، غير هو كان عليها الضغط، خدمات ليا انا الصابلي، ولكن الحلوى اللوز ما قدرتش تبداها، ضروري هي تخدمها بيدها، واخا معها الناس هكا كيعاونوها، ولكن حلوه اللوز كتخدمها بيدها ضروري، الناس كيقابلوا لها الفران وعاونوها في فينيسيو صافي. المهم الشكيلات انا قلت لها عاودي لي نفس الشكيلات لان عجبوا الناس، هذه البنات ديال القرقاعه، هذه اللي كنت درتها بنكهه الليمون، درتها هذه المره غير عاديه باللوزه، ودرت هاد الثومه، الثومه اللي كتجي بها هاد الوريضه ديال لاباط العجينه ديال الشوكولات، وكعب غزال والكعبه. المهم هادو هما الشكيلات اللي درت في اللوز، غنستفهم في البواطات. اللوز كيف ما قلت لكم واخا ان شاء الله بقات غير يومين العيد ماشي مشكل، انا خديته للمحل لان ان شاء الله البلدي هكايا ديما غيكون في المحل، اللي بغى الحلوى ديما غتكون ان شاء الله. المهم غنستفها في البواطات، هنايا كاين الصابلي البنات راه باعت منه تبارك الله، بقات شي حاجه غنستفها هي في البواطات، وجبت سطل ديال الغريبه وسطل ديال الفقاس، حتى هما غنستفهم. المهم اليوم انا جيت صراحه غير نستف الحلوى نقاد البواطات، هادشي اللي غا عندي، وهكا هي البنات اللي معايا راهم قداو داكشي اللي غيتقدا، كيف ما قلت لكم ما عندناش اليوم شي كومون. السيده الجديده البنات راه سميتها لبنى ما شاء الله، ها هي كتدير في المخمار حتى هي تبارك الله عليها، الملوي ديالها زوين، الخبز كلشي كيشكروا والله العظيم، شهاده الناس اللي كياخذوا كيجيو كيقولوا لنا الخبز زوين، المخمار حتى هو كتصاوبوا حتى تبدا طيبوا، وغنوريكم هنايا راه قرصات المخمار، ها هو مخيمرات صغار ديال درهم، هذا المخمار الملوي، هذا كيتلوى البنات بالزبده، راه هي الزبده والفينو، وهذو الصغارين غير كيتقرصوا. ايوا وحنايا البنات معاونين. المهم ما نطولش عليكم البنات، غنستف الحلوى غنقادها وغنرجع معكم باش تقول لي كي جات، واي حاجه اي المهم اي حاجه بانت لكم خليوني في التعاليق، والله العظيم راه كنستافد انا منكم،
تحل الملاحظه كتردوا ليها البال كنكون انا ما راداش ليها البال. اي حاجه خليوها ليا في التعليق. والكاميرات راني ركبتهم قولوا لي مبروك واخيرا ركبوا. والله الا كان التكنيسيه اللي غيجي يركبهم كان ما نساليش وعاد جا ركبهم لينا. درت لهم هنايا كاينه البنات تما هذاك التسجيل كتسجل هكا يا كيبقى تسجيل ديال الشهر ديال الكاميرا يعني الشهر نقدر نرجع نشوف كل شيء اللي وقع الشهر كامل. تما يا درنا لهم البواطه ديالهم داكشي ديالهم والثلاجه حتى هي راه جبتها. الثلاجه البنات حتى هي راه خديتها مستعمله ولكن كبيره خديتها هكا بحساب الملوي والخب. انتم راه غسلناها البارح كنا تعاوننا غسلنا لها هادشي ديالها تبارك الله راه زوينه. دابا دايرين فيها غير قرعه الماء وهكا مازال ما عمرتهاش مازال هكا اللي احتاجينا نديروها فيها غنديروها فيها ان شاء الله كبيره. المهم هذه هي الثلاجه الرخامه حتى هي راه جبتها. المهم حتى نساليو وغندير لكم دويره هنا لداخل وبرا. المهم هادشي اللي كاين دابا البنات خليوني حتى نكمل الحلوه ونرجع معكم. ها انتما البنات المخيمرات ديال اليوبنا الحاده ديالي تبارك الله عليها مخامر غزالين ما شاء الله وحتى الملوي. المهم البنات انا ساليت غنوريكم الشكل النهائي كي جا. جاوا الصراحه غزالين جاوا كيحمقوا الحلوه بانت فيهم شي حاجه واعره واعره. كنصح اي وحده واخا الثمن ديالهم غالي ولكن يستاهلوا كتبان فيهم الحلوه واعره. كيف ما قال لي السيد مولاهم قال لي ضربي شحال كتستهلكي ديال السلوفان في الشهر شحال كتستهلكي ديال البلاطويات وغادي زعما على مده شهر 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 غتاخذي هادو كيبقاو ديما ما كتبقاش تحتاجي السلوفان الحلوه. من غير هكا الا بغيتي تبيعي شي بلاطو لشي واحد كديري ليه السلوفان ولكن الا ما كانوش عندك البواطات كتبقاي ديما ديري بلاطويات السلوفان هذاك الشيء اللي غتخسريه غديري بواطات. المهم صراحه واعرين بزاف بزاف غندور لكم نوريكم كي جات فيهم الحلوه. ها انتم البنات شوفوا البواطات كي جاو بصراحه قلت لكم معاهم ترونسبارو كاملين كتبان لك الحلوه من الجناب من الفوق كتبان لك الحلوه كامله وحتى هكا هي اللي دخل مع الدخله البنات كيشوف هكا الحلوه واخا ما كيكونش كاع باغي ياخذها ملي كيشوف هكا غريبه كيشوف الفقاس كيشوف الحلوه كيتشهاها هكا. يا هادو صراحه غزالين وحتى كيعطيو الحلوه واحد المنظر زوين. المهم انتم شوفوا وهنايا درت اللوز هذه الحلوه ديال القرقاع حلوه اللوز مزينه بالقرقاع. درت صراحه نفس الشكيلات اللي درت في الاول في الافتتاح هذه حتى هي باللوز بالطابع. كعبه غزال حتى هو درته في بواطه بوحديتو. هنايا البنات هذه كتجي على شكل تومه مزينه بهاد الورده ديال عجينه الشكلاط وهذه هكا كتجي منقوشه بحالها نفس الطابع غير هذه كتجي سامبل فيها وريضه وهذه كتنقش وكدار فيها لوزه. وهنايا غريبه باللوز وجنجلان غريبه واعره في المذاق كتحمق غريبه للناس. انا دايره ليها 70 درهم الكيلو لان فيها اللوز بزاف وفيها الزنجلان. كاينه البنات اللي كيدير لها 60 درهم الكيلو ولا 50 درهم الكيلو راه غير بكاوكاو. هذه راها باللوز درتها مع هادو ديال اللوز لان ما عنديش شكيلات بزاف درتها معاهم باللوز وجنجلان ولكن مذاق واعر والشكل ها نتوما كتشوفوا فيه حتى الشكل ديالها زوين. هنايا الفقاس البنات حتى هو باللوز دايره ليه 70 درهم. صابلي كامل ب70 درهم الكيلو فينيسيو بالشكلاط بكاوكاو ايفيلي بالسوريز بالعقيق المهم فينيسيو بلاباطا سكر بالعجينه ديال الشكلاط. هنايا حتى هاد الشكيلات هادو كيجيو فنين بالعجينه ديال الشكلاط. المهم فينيسيو زوينه ديال الصابلي كيف ما شفتوا الصابلي ما بقاش ليا راه الفيديو اللي فات شاركت معكم شحال جبت ديال الصابلي جبت تقريبا 13 كيلو مشى منه تبارك الله. البلاطويات اللي كنت وجدت كوموند هما اللي داو ليا الصابلي مع دخلت معاهم اللوز ودخلت معاهم حتى بريستيج حتى الفينونسي هما اللي خداو ليا من الصابلي وحتى تباع حتى الكيلو. راك عارفين دابا العواشر العيد الناس كيبغيو هكا كياخذوا الحلوه. هذه صابلي ديال الحامضه بالنكهات الحامض والبافو حتى هي كتجي زوينه والفقاس. المهم هادشي اللي عندي دابا حاليا ديال الحلوه. المهم هادشي اللي عندي حاليا دابا ديال الحلوه. المهم حتى تقولوا لي كي جاوا البواطات كي جا الشكل ديالهم كي جات فيهم الحلوه. انتوما الدخله كيف ما قلت لكم هاكا هي الدخله على الباب نيشان كيبانوا هاد البواطات. وهنايا الفيترينه هنايا الفيترينه هكايا هنايا المخمار ملوي راه يلاه طيباتو المخمار اللي كيتلوى البنات بالزبده
تيجي تا هو زوين. يلاه سالا الطياب ديالو غير دابا. مهم البنات، انا دابا ساليت جلست هكا نرتاح شويه. كما قلت لكم اليوم ما خدمت حتى شي حاجه، جيت هكا غير استفت الحلوه في البواطات وداك الشيء. تتخليو لي في التعاليق كي جاتكم، كي جاكم البواطات، كي جاكم التغيير اللي درت، اي حاجه خليوها لي في التعاليق. مهم هنا غير سالي الفيديو ديالي معاكم. شكرا لكم، شكرا الشميشه ضاربه هنايا، شكرا على حسن المتابعه ديالكم، على تعاليقكم الزوينه، على تشجيعاتكم وعلى الدعوات ديالكم. شكرا شكرا من القلب. غنشارك معكم، عندي لي كوموند البنات ديال كيكات العيد، غنشاركهم معكم ليله العيد ان شاء الله. عندي لي كوموند في الكيكات، ما كتعرفوا انا اصلا الكيكات وداكشي ديال الكوتي هو اللي كنت كيعجبني وكنبدع فيه اكثر. انا دابا كنديروا كلشي، اي حاجه غدا كوتي، اي حاجه كدار هنايا ان شاء الله. غير هو الحاجه ديما الواحد كيكون عنده واحد الميول لشي حاجه وكيعطيه فيها. بحال مثلا الحلاويه عندها ميول في الحلوه كتفنن فيها، مثلا مولات الملوي هكاك في الملاوي في الحرشه. انا كيعجبني اكثر هي الكيكات، كيعجبني نزوقهم التغيير. المهم عندي شي ثلاثه، المهم حاليا عندي ثلاثه، عندي ثلاثه ديال الكيكات اللي غنوجدهم كوموند ليله العيد، غيبغيوهم ان شاء الله ليله العيد في العشيه، غنشاركهم معكم. واي كوموند اي حاجه جات غنشاركها معكم حتى هي. المهم هنا غير سالي الفيديو ديالي معكم، شكرا لكم، شكرا شكرا بزاف. غنقول لكم السلام عليكم ونتلاقاو فيديو الجاي ان شاء الله.